المدربين تتزايد في الدوري التونسي، الاستثناء الوحيد كان نادي الاتحاد المنستيري. خلينا نشوف أكثر عن إقالة المدربين في تونس ونرجع تاني. أصبح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري مفاجأة الدوري التونسي هذا الموسم، حيث تمكن النادي العائد حديثا إلى الدوري من حجز مقعده ضمن الفرق الخمسة الأوائل في أعلى الترتيب وبرصيد 33 نقطة. الاتحاد المنستيري مثل أيضا نقطة الضوء الوحيدة باحتفاظه بمدربه حتى الآن في وقت غيرت فيه باقي الفرق مدربيها لأكثر من مرة. العمل بديناه في شهر جويليا شهر سبعة، دونك ثم برشا عمل على مستوى التمارين باش تخلق مجموعة متجانسة، مجموعة تلعب في كورة معناها نفسه في يفكروا في نفس الأفكار معناها التكتيكية، دونك هذا معناها ما يكون كان بالاستقرار على المستوى الفني على المستوى الإداري. لاعبين احنا ما عملناش انتدابات في الميركاتو الشتوي. رقم مفزع لعدد المدربين الذين وقع تغييرهم في الدوري هذا الموسم، وبصفة خاصة فرق المقدمة الترجي والإفريقي والنجم والصفاقسي. وتتعدد أسباب تفسير الظاهرة بين الأزمة المادية للأندية التي تجعل المدرب الحلقة الأضعف في تحمل أسباب الفشل المحلي والقاري، بالإضافة إلى ضعف مجالس الإدارة أمام الضغط الجماهيري. يظهر لي رقم مفزع كبير، رقم مفزع، 13 فريق من جملة 14 فريق غيروا مدربيهم، بما في ذلك حتى الفرق التي تلعب لأجل الحصول على اللقب كما الترجي غير مرتين، النادي الإفريقي غير مرتين، النادي الصفاقسي، النجم الساحلي. احنا نشوفوا حاجة منطقية ياسر في بطولة منهكة ماديا. ويبقى ضعف البرامج الرياضية للأندية هي المفسر الحقيقي لحالة اللا استقرار في الدوري التونسي، باعتبار أن استراتيجية جمع النقاط وتحقيق النتائج ليست عملية آنية بل ضمن استراتيجية متكاملة ومستمرة. اعتقد يمكن احنا نوهنا عن ظاهره اقاله المدربين، اتكلمنا على الهلال السعودي، ومن الواضح ان هي ظاهره خاصه برضو الملاعب العربيه، يعني زي ما ذكر في التقرير ان المدرب هو الحلقه الاضعف بالنسبه للفريق. كنا قبل لحظات نتحدث عن العنف في الملاعب، هذا امتداد له في الاخير، لانه ايضا عدم الاستقرار الذي يؤثر على المشجعين، لان الفرق هذه طبعا نتائجها تتوالى نتائج سلبيه تؤثر على المشجع. اذا كانت هذه الانديه وتغيير المدرب بالمناسبه ليس بالضروره يعني امر ياتي بنتيجه ايجابيه. الجرجيسي غير اعتقد 3 مرات المدرب هذا الموسم، والافريقي غير والترجي غير، ما فيش دليل يعني بعد هذه التغييرات هذه لا، هي المشكله انك انت طيب النادي مثلا، ما انت عندك ناديين ممكن يغيروا، النادي اللي بيصارع على الهبوط والنادي اللي بينافس على البطوله، انما كل المدرب كل الانديه تغير، بتغير ليه طيب؟ يعني السبب يعني هو يعني طب انت لو انت في المركز السابع هتبقى في المركز الرابع او الخامس، يعني طب انت عملت ايه؟ بالضبط، لانه المسيرين ليس لهم سياسه فعلا احترافيه في تسيير النادي، انا اعتقد انها قرارات اعتباطيه، يعني ليس لها تفسير منطقي، عشوائيه يعني فقط انه غير لاجل التغيير، لانه بعد هل يعقل ان تغير مدرب بعد 4 جولات؟ وفي بعض الاحيان بعد الجوله الاولى غير ممكن. العبء كما جاء في التقرير، العبء المالي كبير على هذه الانديه، البطوله التونسيه اصلا تعاني ماديا. اذا كانت هذه الانديه فيها من غير مرتين ثلاثه، انت مطالب كنادي ان تدفع بتعويض لهذا المدرب بدل من الاستثمار. بس خد بالك لو الكلام ده ليه اصلا تعاقد، يعني في بعض المدربين ممكن يدربوا من غير من غير تعاقد، يعني اتمنى ان احنا نتدارك الامر، لان ده بياثر فنيا وبياثر ماديا على الفريق، وزي ما ذكر الاستاذ قدور في السابق ان بيأثر حتى على المستوى الناحيه الذهنيه بالنسبه لي.